الحكومه. القطاع الخاص اللي هو زي برضو الضيف مع حضرتك قال ان هو ده اللي فيه عدد عماله اكتر هو القطاع الغير رسمي. القطاع الخاص حتى الان لم تصل المفاوضات ما بين الحكومه ورجال الاعمال الى الى الى, إلى اي شيء، وبالتالي فالعمال اضربوا لان لم يحصلوا شيء. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الاستاذ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابيه. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة. برحب بحضرتك سيادة الوزير. سيادة الوزير، برحب بحضرتك معنا. وكنا بنتحدث عن عودة الاعتصامات والإضرابات من جديد إلى مجال العمل في مصر، وعايزة من حضرتك تفسير لعودة هذه الظاهرة من جديد لتطفو على السطح، وهل يتم استثمار هذه الإضرابات بشكل سياسي أم أنها إضرابات تعكس هو البعض من نسمعهم ونشاهدهم على شاشات التلفزيون وعلى الإعلام بيستفيد من دوت، لكن العمال البسطاء مجني عليهم. العمال البسطاء اللي بيطلبوا بحقوق مشروعة لا مراء في ده، حقوق مشروعة نعم. بس بتفرق المسألة في طريقة التعبير. أنا تقديري إن مطالب عمالنا على مستوى الوطن كله فحتى أدنى عاد للأجر ده عندنا وموجود، وفي خطوات احنا النهارده قايمين قبل اجتماع مجلس الوزراء ومن من 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 قايمين مبكرا جدا جدا لنجتمع لنضع اصلا تصور مبدئي لاجتماع قادم لكي نضع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص واللي هو هيمتد للعاملين في القطاع والهيئات. النهارده ده بيحصل جد ومتفق عليه اصلا، وكان التاخير اقسم بالله ليس بتعمد من الحكومه ولا حاجه، التاخير نجم عن تاخر الشركاء الاجتماعيين في غير الحكومه في الوصول الى اتفاق، فاتخذنا قرارا ان القرار يطلع من مجلس القضاء. استاذ كمال، ايه دخل العمال في القطاع الحكومي بالعمال او الحد الادنى والاقصى في القطاع الخاص؟ يعني ايه الرابط ما بين ده وده؟ هو بصراحة احنا في الأول كنا بنتناقش في مجلس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور للجميع في القطاع في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات والقطاع الخاص ده قرار ياخده المجلس القومي. رأى بعض الزملاء في المجلس القومي للأجور وفي مجلس الوزراء أن المجلس القومي للأجور هو ياخد قرار الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام والخاص، وده برضو تصور وهيتعمل خلال هذا الاسبوع. نعم. وبخاطب عمالنا في جميع المواقع، مواقع العمل والانتاج. اذا كانت المساله الحد الادنى فالحد الادنى خلال ايام سيعلن، وارجو كانت الحكومه قدامكم نموذج ضربت المثل بنفسها. الحكومه احنا اكبر صاحب عمل في مصر، اكبر صاحب عمل عند العمال في مصر هم الحكومه. احنا بدانا انفسنا كحكومه يا معالي الوزير طب لو سمحت اقول فكرتي. اتفضل. احنا خدنا قرار بالحد الادنى للعاملين في الحكومه. القطاع الخاص لا تستطيع الحكومه ان تفرض اجرا معينا على اطراف العمل، على صاحب العمل او على العامل، لربما نظلم ده او ده. احنا تركين المساله بآليات ديمقراطية في المجلس القومي للأجور اللي هو ثلاثي فيه ممثلين للعمال وممثلين لأصحاب العمل وممثلين للحكومة، بيقعدوا ويتفاهموا على الأجر المتوازن، الأجر اللي ما يخليش المنشآت دي تقفل نتيجة خسارتها إذا ما دفع أجر أكبر، وأيضا حافظ على العامل وكرامته، وده شعارات الثورة المجيدة اللي شاركنا كلنا فيها. يا معالي الوزير، استحملوا أيام ويصدر قرار الحد الأدنى للأجر. هذا بالنسبة للحد الأدنى للأجور. قرار الخاص بالشركات القابضة ورؤساء الشركات القابضة النهارده ده سلطة الجمعية العمومية،
ساعدونا على الا نتخذ اجراء استثنائيا. يا معالي الوزير، انت حضرتك كنت واحد من الناس دول وادرى الناس بمشاكلهم ومعاناتهم. اختزال المشكلة في ان هم بس عايزين الزيادة بتاعت الحد الادنى والاقصى، اعتقد ان هو تهميش يعني واضح للموضوع. تهميش منك سيادتك قطعتني عشان اقول لك. ما انا عايز اقول لحضرتك ان انت تشغيل هذه المصانع، تشغيل المصانع بطاقتها الكاملة، وده مطلب لاي شريف في الوطن دي ان المصانع تشتغل بكامل. طيب الناس عايزة تشتغل، يعني هم عايزين يشتغلوا، عايزين يعني كل المشاكل اللي حضرتك اعلم مني بيها انطلاقا من قربك من الملف ده، عايزين المشاكل الحقيقه دي تتحل. لكن اختزال المساله في 200 او 300 او 400 جنيه او 1000 جنيه زياده مش ده اللي هيحل المشكله ولا هينهيها. ماشي، التشغيل الكامل وده مطلبي ومطلب الحكومه ومطلب العمال، وده بيتم وضع دراسات لكل منشاه على حده من اجل البدايه في تشغيلها الكامل، لان لا العمال عايزين يقبضوا من خزانه الدوله ولا الحكومه، احنا عايزين كلنا نقبض من عرق جبيننا ومن شقنا زي ما تعودنا طول عمرنا. هقول لك على حاجه بقى، الناس مش قادره وانا مش قادر واللي كانوا بيكلموك دلوقتي مش قادرين، في فرق بين الحكومه. ما هم كان عندهم امل كبير جدا في حضرتك. حضرتك انا هجيب لك من بيت ابويا فلوس اصرف على بلد احنا مستلمين بلد يا استاذ كانت على شفا الافلاس. يعني لما تيجي تقول لي يا استاذ، لما تيجي تقول لي احسب حضرتك مصنع المحله لوحده يتكلف احلال وتجديد 450 مليون جنيه، بلاش مصنع المحله، قطاع النسيج كله، مش قطاع النسيج بس، كافه الصناعات اللي لسه باقيه وما قدرتش. يا معالي الوزير، ما حدش بيطالب حضرتك تجيب فلوس من بيت السيد الوالد وتصرف على الناس، اللي الناس محتاجه رؤيه واضحه قدامها، يعرفوا ان احنا ماشيين في الطريق الصح. لحد دلوقتي نشعر ان احنا بندور في حلقه مفرغه، محلك سر. كان عندهم امل في انه حضرتك يعني قربك منهم ويعني مشاركتك في معاناه العمال ان الصوره دي توصل لصانع القرار، وهنا حضرتك واصله لصانع القرار، واللي كنت بقوله على الرصيف في الشارع، واللي كنت بقوله في مجلس الشعب، واللي بقوله طول عمري بقوله في مجلس الوزراء. وانت في فرق بين انت اكيد احنا مش هنزايد على حضرتك، احنا عارفين ده والله يا استاذ كمال. احنا المساله محسومه. انا قصدي انه احنا كنا عايزين حلول حقيقيه. احنا الحلول يعني الحلول الحقيقيه حضرتك، الحلول الحقيقيه ده تستطيع ان نبدا مباشره بمجرد ان تهدأ الاوضاع ويعود الناس للانتاج، لان الخساره المحققه دي. عايز افرق اقول لسعادتك واقول لزملائي، في فرق بين حكومات فاسده ومستبده سرقت ونهبت البلد، التعامل معاها يفرق عن التعامل مع حكومه انتوا اللي جبتوها. الحكومه ديت محدش فرض نفسه ولا جماعه ولا عشيره ولا حد ولا تاثير خارجي، الناس الشعب المصري اللي جابها، ولذلك الشعب المصري يجب ان احنا نساعد على ان نكمل الطريق. مش عايزين نكمل اقول لكم سلام عليكم. طب بجد انت حضرتك حاسس انه في ازمه ثقه دلوقتي متبادله ما بين العمال وبينكم؟ في ناس شغاله مش عايزه حجر يبقى على حجر في البلد دي، في ناس شغاله على زعزعه الثقه دي يا استاذ، في ناس شغاله على فقدان الشعب المصري الثقه في اي حاجه، وده مش في صالح بلدنا. احنا الان بعد ان استردنا دولتنا الوطنيه، احنا كلنا واحد، اصحاب هم واحد، اللي طول النهار بنناقشه من صباحه ربنا النهارده لحد دلوقتي هو اللي الناس بتقوله في الشارع، لا فرق. في التحرك لتنفيذ الافكار بتحتاج امكانيات، بعضها متوفر وبعضها غير متوفر. البعض المتوفر ده هتسمع قريبا عن تشغيل مصانع، عن ضخ استثمارات لتشغيل مصانع، ومش هتسمع وتسمع ليه؟ شوف كلفه زياده اجر العاملين في الدوله اتكلفت كام مليار، واعرف ان ده احنا جايين في ظروف صعبه. ما حدش اللي يعني عايز يزايد على الواحد بقول له طب معالي الوزير لا احد يشكك في يعني في حضرتك او في اهتمامات حضرتك بالعمال، ولكن تاريخ حضرتك يعني يشهد ليك ويعني يرد على الجميع. لكن معالي الوزير، يعني مصارحه العامل بالوضع الحقيقي للدوله وللمؤسسه التي يعمل فيها ربما يقضي على
فكرة أن بيتم وعد العامل بوعود ولا تستطيع المؤسسة أو الدولة الإيفاء بهذه الوعود. طبعا يعني زي ما كان ضفنا في الاستوديو دكتور سعيد صادق بيقول أن الحقيقة الطرفين في أزمة حقيقية، الدولة معذورة وأيضا العامل معذور، لكن حضرتك ألا ترى أن سياسة المكاشفة والوضوح وجدولة المطالب من العمال والتزام الدولة بتنفيذ هذه المطالب وفق جدول زمني محدد ومش وعود جوفاء ولكن وعود فعلا قابلة للتحقيق تحل هذه الأزمة؟ بص يا أستاذ، أنا هقول لك نموذج أنا عامله أنا في الإضراب اللي عملته وخدت جزء من حقي بمفاوضة مع وزير الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق. زملائي لحد دلوقتي الاتفاق اللي عملته في 2007 زملائي لازالوا بيوالوا مع وزير المالية الحالي تنفيذ بقية الاتفاق. مفيش حاجة تيجي كده زي ما بتقول الست نانسي عجرة، المسألة محتاجة إن احنا هنحط طبعا ليه عشر طول عمري وطول عمر الحركة النقابية يبقى لها 10 مطالب وأخش أتفاوض مع صاحب العمل أو مع المسؤول فيتحقق مطلب 2-5 والباقي بيتجدولوا. فجأة سقف التطلعات عندنا في السماء وفجأة لازم كل ده يتعمل في وقت واحد وفجأة يطلع بقى الناس اللي بتستغل العامل البسيط اللي واقف دلوقتي في الطل بيطالب بحقه معذور، اللي مش معذور اللي بيحاول يزرع عدم الثقه بيننا وبين شعبنا. طيب اللي بيحاول يرجع الاوضاع لما كانت عليه مش هتنجح. طيب مش هتنجحوا ترجعوا تاني اللي ظلمونا واللي سرقونا. من خلال اطلاله حضرتك عندنا هنا في القناه هتطمن الناس ازاي وتقول لهم يعني في توقيت محدد الأزمة هتنتهي فيه ولا حابب تقول لهم ايه؟ في يعني الساعة كام بالظبط؟ اقول لك الساعة دلوقتي 11 وثلث تقريبا. يعني اقول لك انت تنتهي الأزمة والساعة كام؟ لا أنا, انا كوزير العمل مسؤول عن علاقات العمل وحل نزاعات العمل ومشاكل العمل. ادعي بعد اذنك اتفضل. مع احترامي أزمة زملائي في المحل اللي هي قلعة النضال العمالي الأول في مصر، أنا زملائي دون أن يكون اختصاصي المباشر، أنا وزملائي سواء في المركز هنا في الوزارة أو على مستوى مدرسة الغربية واسأل عمال المحلة، إحنا بنتابع لحظة بلحظة ونفسنا والاتفاق اللي عملته معاه معاهم أول ما نزلوا ناس طلعوا يشككوا في الاتفاق، امبارح عملت مجموعة تانية عملت اتفاق تاني مع وزير الاستثمار وقبل ما يروحوا بيه على المصنع كانت مجموعه ثانيه ضده. انا بطالب العمال بتوحيد مطالبهم، نمره واحد. نمره اثنين ان القياده تقعد تتفاوض وتسمعها. كل الازمات اللي فاتت في المصانع مشكلتي عند التفاوض تتفاوض مع طرف لا يعترف الطرف الاخر بتفاوض. زي ما في عيوب عند الحكومه وبقول اهو مش عيب ان اقول لك الحكومه اللي هي قصيره ومش طايله وما عندهاش امكانيات لازمه للاستجابه الكامله لكل المطالب في عيب وفي ساعات بطء بس في عيب عند زملائي ان ما فيش قياده والقياده دي يعني عمل نقابي يعني نقابه معبره عن العمال لما بتقعد تتفق تنزل تنفذ التزام على الارض. ادعي لما اتحركت كنقابي وانا بتحرك في اضراب ومش بتعلم انا اتعلمت اصلا من المحل، اما تروح القرار اللي خدته احترمت انا وزملائي وبننفذه لحد دلوقتي من 2007 شغالين في تنفيذه، ما حدش طلع يشكك وما حدش قبل ما القرار يطلع يكون متقطع وما حدش بيعترف لحد دلوقتي. احنا اللي بيتفاوض ايا كان زميلك اللي بيتفاوض ده بيتفاوض عنه من اجل حقوق. ارجو ان يكون المفاوضين اللي يخشوا من اجل تفاوض وانا مستعد اعيد تاني التفاوض ارجو ان يكونوا محل تقدير من زملائهم مش بس شغالين تسويق. نشكر حضرتك بقى. شكرا جزيلا معالي الوزير وامل طبعا كبير في الله سبحانه وتعالى ثم في مساحه الثقه يعني المتوفره لحضرتك عند العمال انه الازمه دي تتحل وانه تقدم حلول جذريه زي ما اتكلمنا مع حضرتك. خلص الشكر لك معالي الوزير كمال ابو عيطه وزير القوى العامله. دكتور سعيد يعني عايزة تعقيب حضرتك على كلام معالي الوزير وأيضا تقول لنا الحل في مثل هذه الظروف والدول الأخرى اللي واجهت نفس هذه الأزمة يعني بحالتها اللي موجودة في مصر ممكن يتعاملوا معها.